رجعنا معاكم على الهواء مباشره. بشكر كل اللي بيتابعوا البرنامج واللي كانوا بيسالوا على موضوع حمزه. حصل تطور في الاجراءات القانونيه والجنائيه لقتله والد حمزه. احنا معانا المحامي القضيه محامي المجني عليه الاستاذ هيثم. بقول لك اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. طارق ازيك يا طارق؟ كل سنه طيب ورمضان كريم عليك يا رب. اهلا بيك وتحياتنا وبشكرك على وقوفك مع الاسره المنكوبه بدايه من قصه حمزه ثم اغتيال والده من حوالي اسبوع. الله يرحمه. هو طبعا حضرتك عارف الموضوع طبعا من بدايه، من حضرتك متولي الموضوع من اوله. ان كان موضوع حمزه وتم اغتصابه والقائه من اعلى العماره خمس ادوار، بس العنايه الالهيه بنقول عليها الحمد لله رب العالمين اللي انقذت الولد من الموت. تمام. والراجل كان ماشي على اساس ان هو الوالد حمزة الله يرحمه ان هو ماشي بالقانون وحابب ان هو ياخد حقه بالقانون، مع ان كان في ايده ان هو ياخده بالبلطجه زي ما هم استعملوا اسلوب البلطجه. تعرف حضرتك منطقه العشوائيه والعشوائيات سهل فيها وانتشر فيها كتير قوي دلوقتي موضوع البلطجه للاسف. يعني هو بص يعني مش هنقدر نقول بشكل عام، ولكن ما حدث يعني بدايه من اللي حصل في العام الماضي حتى الان يعني انا اعتبره استثناء. انا مش مصدق ان ده بيحصل لان انا كلنا مش مصدقين يا فندم، لان مش انا قابلتك هناك ومع خالته ونزلت صورت. انا صورت في المكان هناك، الناس صايبه هناك. يعني اللي حصل ده اعتبره شذوذ على القاعده الفطره. الناس هناك منطقه شعبيه مفروض هي حاجه جديده وفي نفس الوقت انتشرت بين في المجتمعات العشوائيه او المجتمعات اللي هو الولاد البلد اللي احنا كنا متعودين عليهم ان هم بيقفوا في ايد واحده، دلوقتي بقى ياكلوا بعضهم. طب انا عايز اكلم حضرتك في نقطتين. يعني اول حاجه اللي تم، لان انا عرفت انه في صدر قرار من النائب العام. صدر قرار اتفضل. قرار من النائب العام حكم عاجله طبعا اتحال محكمه الجنايات. تمام. بتهمه القتل العمد. تمام. مع سبق الاصرار وانا بشكر النائب العام طبعا، بشكر طبعا لولا مجهود معاليك وحضرتك في الموضوع ونفسك معانا. لا هي قضية رأي عام وكل الناس يهتموا بيها، وأنا بشكر برضو يعني رجال الشرطة اللي قبضوا على المتهمين في نفس اليوم، مش كده؟ طبعا رئيس المباحث طبعا قام بمجهود طبعا وألقى القبض على المتهمين وحالتهم للنيابة العامة ولنيابة الحوادث. وطبعا المحامي العام أو النائب العام يهتم بهذه القضية. اهتم طبعا القضية لأن هي طبعا حاجة زي ما حضرتك قلت كده حاجة استثنائية وحاجة جديدة إن الراجل ماشي بالقانون. الواحد مش مصدق يعني في نفس التوقيت يتنازل عن 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 دم ابنه أو حالة أو قضية ابنه إن هم يختلوه أو يعني يقتلوه بالبشاعة دي قدام مراته قدام أولاده قدام وفي رمضان يعني. والموضوع جه بعد سنه بالظبط زي ما حضرتك قلت قبل كده ان هي سنه يعني بالظبط، يعني لو عدناهم حسبناهم فرق ايام ما بين ال 12 شهر. هنقول ايه لا حول ولا قوه الا بالله. طب وضع الاسره دلوقتي حضرتك كمحامي الاسره، هل هم امنين؟ هل الموضوع خلاص يعني في استقرار دلوقتي؟ طبعا متحفظين كمان يعني، او يعني اهالي المتهمين نفسهم دلوقتي مش موجودين خلاص ده اجراء طبيعي واجراء امني. بحيي عليه اهل الامن ان هم مشوا اهل المتهم، تم تهجيرهم من البيت طبعا. عشان ما يبقاش في احتكاك لان المنطقه كلها يعني واقفه مع الناس مع المجني عليه ومع اهل حمزه. ده بقى حضرتك ده الشعب المصري يعني اذا كان في شواذ في استثناء، لكن القاعده ناس طيبه هي اللي بتحمي. هل في مثلا محتاجين دعم او حاجه أسرة المجني عليه؟ هو طبعا محتاجين طبعا، لان طبعا العائل الوحيد للاسره فقد. يعني خلينا واقعيين كده قدام الناس، ده كان العائل الوحيد. الام مش ما بتشتغلش، عنده اطفال وطبعا من اسره بسيطه، فاحنا على نفسنا احنا كدعم قانوني احنا مش متبرعين، احنا مش عايزين اي حاجه. تمام. احنا على نفسنا مجهودنا. انا عارف، انا بحييكم. السنه اللي فاتت انتوا عاملين جبهه للدفاع عن حمزه، والسنه دي بقى لوالده، واظن معاك محامين كتير وناس تفاعلوا معاك في القضيه. يعني اسامه طبعا برضه معامل مجهود كبير، هو طبعا هو احد اقارب المجني عليه وعامل مجهود كبير برضه في القضيه. فاحنا مش عايزين حاجه، مش عايزين اموال، مش عايزين اتعبنا، لا احنا عايزين بس إيه؟ لو في دعم تاني بيقدر مادي للناس دي. انا مش بطلب ده يعني، انا مش بطلب شيء على الهوا، لا لا الحمد لله رب العالمين الناس دي برضو احنا معاها قلبا وقالبا. بس لو فعلا حد عايز يساعد الناس دي فعلا محتاجه مساعده.
الناس دي فعلا. نتمنى انه الاهالي ممكن يعملوا اي انواع الدعم ولو حتى نفسي. احنا في الحلقه الماضيه قدمنا تليفون خالد حمزه كان 010-13-22-5537. بشكر الاستاذ هيثم المحامي، استاذ اسامه المحامي، رئيس المباحث محمود العصر واحمد مرعي اللي تم اللي هم قبضوا على المتهمين. بشكر سياده النائب العام اللي امر باحاله المتهمين للجنايات دي. حاجات تاخد وقت طويل لكن سرعه الاجراءات عشان يعني يحصل نوع من انواع الاهل المجني عليه، وكمان العداله السريعه يبقى لها رد فعل ايجابي.